هاي مصلحة، مصلحة أبونا وجداده، تعلمناها من أبهاتنا وعلموني. كان في عندي إخوتين الثلاثة يشتغلوا فيها، كانت عندنا البلد كلها تشتغل بمصلحة النول. كان أول شيء مصلحتنا هاي مصلحة كويسة كتير كتير. كان أول شيء هذا الغزل ما كان فيه منه، كان أول شيء كلية صوف تبع غنم يجيبونا صوف إجمال. كان الشغل كلية شغل مور، يقولوا على الصوف يقولوا مور. شو صارت هالأحداث وما أحداث، الشيء هذا انقطع حتى ما تموت المصلحة. أمنا صرنا نجيب خيط اسمه خيط مخمل، هذا خيط المخمل صرنا نصنع منه عدة شغلات. كان أول شيء هذا الخيط ناخده مثلا نفرض ب 150 ورقة، هلا بهالوقت هذا صرنا ناخده ب 2500 ورقة. صار كان أول شيء يبيعوا أول شيء على السوق، هلا صار يبيعونا إياه على الدولار. لو في مثلا بضاعة كانت تلاقي هلا 200 نول عندنا في ريحة بيشتغلوا. ما في غير هلا هون نحن عم نشتغل. علمت ابني عم يشتغل معي، اللي كانوا عم يشتغلوا كلياتهم تركوا هالمصلحة لأن ما في بضاعة ما في شيء.